السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف ماروسي مع برنامج حفظ ابني. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا المصطلح الرابع بما يخص تاريخ الفصل الأول. كي كمل الفيديو ما تنسوش تكتبوا التعريف في تعريف المصطلح في تعليق، أولا باش تراجعوا، وثانيا باش تساعدوا القناة على الانتشار، وما تنسوش تشاركوها مع الزملاء نتاعكم. كذلك انطلاق دورة برنامج حفظ ابني التاريخ والجغرافيا الفصل الأول. اللي يحب يتصل بنا راكو تلقاو كيفاش تتصلوا بنا في صندوق الوصف. بدون إطالة نبدأ على بركة الله مع الانفراج الدولي. واش هو الانفراج الدولي؟ هو وصف لطبيعة العلاقة بين المعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا. وصف لطبيعة العلاقة بين المعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا والتخلص من التوتر الذي وصل إليه بسبب اشتداد الأزمة. نعيد، ماذا بكم تعودوا معي؟ قلنا الانفراج الدولي وصف لطبيعة العلاقة بين المعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا والتخلص من التوتر الذي وصل إليه بسبب اشتداد الأزمة. وصف لطبيعة العلاقة بين المعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا والتخلص من التوتر الذي وصل إليه بسبب اشتداد الأزمات. كما تفهمنا كتبوا لي تعريف الانفراج الدولي في تعليق، هكذا باش نشوفكم واش راكم تحفظوه، وقولوا لي واش حفظتوه من المرة الأولى أو لا، هكذا باش تساعدوني على تطوير البرنامج. إلى فيديو قادم إن شاء الله، لا تنسوا مشاركة القناة مع الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.